مبادرة أطلقها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتدريب الأسر المنتفعة من الوزارة بعنوان في كل بيت حرفة، وذلك بهدف تعليمهم وتدريبهم على حرف وعمليات التصنيع لتساعدهم على الإنتاج والتدريب. سيكون عن طريق الأونلاين ويشمل على برنامج متكامل لمعظم الصناعات والحرف اليدوية. عقول مبدعة وجنود من نوع آخر، جنود واجهوا أزمة الوباء بالتطوع ليعطوا ما بوسعهم لإسناد كل من مالت مراكبه نتيجة الجائحة. واليوم لدينا أمثلة كثيرة على التطوع، كسلام الغريب الذي أطلق حملة بعنوان في كل بيت حرفة ليساعد الأسر المنتفعة من وزارة الشؤون ويحولها إلى أسر منتجة، وبالتالي ننقي الأشخاص اللي هم متمكنين في الصناعة ونحولهم إلى مدربين في حرفهم في صناعتهم. وراح نبدأ أول دورة تدريبية أونلاين معهم في تاريخ 14 أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى. وعندنا الباكج اللي احنا نسميه الحرف الشامل، هي 6 حرف نعطيها في دورة واحدة تأهيلية. هذه الحملة ستبدأ عن طريق الأونلاين وتحتوي على عدة مدربين ومدربات كل في مجال إبداعه. احنا نصنع في كل بيت حرفة ان يستفيدون من الحرف المنتجة لهم ان يترزقون فيها. حملة واعدة تسعى لتطوير الحرف والصناعات اليدوية وفق نظرة شمولية تساهم في توفير فرص عمل للأسر المنتفعة وتحويلها الى أسر منتجة. مروه محرم، تلفزيون دولة الكويت.